مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي الانطلاقات، ها هي التحديات، ها هي الاثاره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق المميز الجميل نتابع معكم هذه الاثاره وشوط الختام هنا على ارضيه هذا الميدان في هذه المسيره وشوط ختام الاسبوع الثالث للفطامين هنا على ارضيه هذا الميدان. نتابع تيم من انطلق على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول هنا بهذا الاداء لمحمد بسيب بن عبد الله بن عفراء المنصوري، من انطلق على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين عمر بن مصبح بن علي القايدي من ياتينا ثانيا، وفي المركز الثالث الفارس مطر بن عيد بالكوس الفلاسي من ياتينا على المركز الثالث. ولكن نبقى مع هنا عتيم 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 ما شاء الله، عتيم على الصداره، عتيم على المقدمه، على المركز الاول لمحمد بسيب بن عبد الله بن عفرة المنصوري من ينطلق على الصداره على المقدمه. المركز الثاني شاهين عمر بن مصبح بن علي القايدي من ياتينا على المركز الثاني في هذه الانطلاقات والتحديات والاثاره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الاداء الجميل هنا نتابع عتيم على الصدارة، عتيم على المقدمة، على المركز الأول، قفلها على الشوط، يبغى النقطة الثانية، افتتح شوط القعادين بالوضيحي وها هو يقفل أيضا هنا أبو سيف مع أيضا عتيم، عتيم 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 محمد بسيف بن عبد الله بن عفرة المطيوع. وشكرا يا أبو سنيدة، شكرا يا راشد يا بن سيف على المتابعة على هذا الأداء. وها هي لحظة وصول عتيم إلى الفوز وإلى الناموس. المركز الثاني شاهين عمر بن مصبح بن علي القايدي، والمركز الثالث عندك يا بالكوس الفارس مطر بن عيد بالكوس هنا بهذه الانطلاقات. ودقيقتين و12 ثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدامي مشاهدينا الكرام مع عتيم. تهانينا والناموس هكذا مشاهدينا الكرام تابعينا الأفاضل ناتي إلى ختام سباق هذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي في الأسابيع القادمة تقبلوا تحيات سعيد بن راهي العويسي، تحياتي فايز بن غفان اليابري، وتحيات مقبول ولا ننسى أبو سلطان أيضا السيل بن غراب. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.